جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: إنني أعمل مراقب مساجد وأجد من الحرج الشيء الكثير، حيث إنني أحضر المسجد ولا أجد الإمام والمؤذن الرسميان بصورة دائمة، وعند سؤالي عن عدم حضورهما يقال لي بأنهما كبيران في السن ولا يستطيعان الحضور دائما، وعندما أكتب فيهما بعدم الحضور يحرمان المكافأة. يحرمان المكافأة. نعم. أفتونا ماذا أعمل مع هؤلاء؟ الواجب عليك أنك تبين الواقع. فإذا كان الإمام أو المؤذن لا يقوم بالعمل ولم تجده، فيجب عليك أنك تكتب أنك ما وجدته، أنك ما وجدته وقت مجيئك إلى المسجد، تبين الحق. حتى إن الوزارة تأخذ التعهد عليهم إما أن يقوموا بالعمل ويحضروا، وإما أن تستبدلهم بغيرهم ممن يقوم بالعمل. واللي هو ما يستطيع القيام بالعمل لأنه كبير أو لأنه مريض لا يتقدم للإمامة ولا يتقدم للأذان، هذه مسؤولية. لا يجعل في ذمته شيء وهو ما يقدر على القيام به، ما هو بعذر هذا. إذا كان ما يقدر لا يلتزم بالإمامة ولا يلتزم بالأذان.